من باريس الباحث السياسي رامي الخليفة العلي، أهلا بك معنا أستاذ رامي في العربية الليلة. هل أوروبا قادرة على تقديم ضمانات للمجتمع الدولي بالتزام إيران بما تلتزم به إن تم تعديل الاتفاق؟ لا أعتقد ذلك. هنالك طبعا إمكانية للاتحاد الأوروبي لكي يضغط على الجانب الإيراني، ولكن ما هو مطلوب أمريكيا وأوروبيا هو تغيير في استراتيجية إيران في المنطقة، وخصوصا تدخلها في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن. ولا يبدو ذلك الحقيقة متاحا أمام الحكومة الإيرانية وأمام النظام السياسي الموجود هنالك، لأن ذلك يعني التخلي عن كل ما تعتبره إيران إنجازا لها على المستوى الإقليمي. ولكن الحقيقة رغبة ماكرون بجسر الهوة ما بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبناء موقف مشترك يمكن من خلاله الضغط على الجانب الإيراني من أجل إجبارها على القبول بتعديل الاتفاق لكي يضمن عناصر أخرى. النقطة المفصلية الأساسية طاهر بأن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما استمر ترامب بخطته للانسحاب من الاتفاق فذلك يعني إسقاط الاتفاق ثم فرض عقوبات وإجبار إيران على اتفاق جديد يضمن العناصر الأخرى المشار إليها فرنسيا. بس بده يكون في ضرر اقتصادي كبير على أوروبا عموماً وعلى فرنسا تحديدا، ومن ثم بالتالي ما حجم التأثير الأوروبي المتوقع على القرار الأمريكي؟ الحقيقة لا توجد هنالك خيارات. الحقيقة باعتقادي أن الرئيس ماكرون يحمل نقطتان أساسيتان من خلالهما يمكن إقناع الجانب الإيراني أو حاول إقناع الجانب الأمريكي. النقطة الأولى أنه لا يوجد بديل عن الاتفاق، وبالتالي إذا ما سقط هنالك خطر بأن المجتمع الدولي ما بين ظفرين أوروبا والاتفاق، وبالتالي هنا تبدو الولايات المتحدة الأمريكية معزولة. بالنظر إلى النقطة التي أشرت إليها طاهر وهي نقطة مهمة وهي الخسائر التي يمكن أن تلحق الاتحاد الأوروبي إذا ما تم إلغاء هذا الاتفاق، إذا ما قرنت الحقيقة طاهر المصالح الأوروبية مع المصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر بكثير مع مصالحها مع الجانب الإيراني، بالرغم من أن هنالك عقود كبيرة. لذلك الحقيقة الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يقع في هذا الحرج، خصوصا ألمانيا وفرنسا. بس ماكرون كأنه يأخذ الموضوع على عاتقه بشكل شخصي ويحاول حتى بالصحافة الأمريكية، بعض الصحافة الأمريكية تصوره على هذا النحو، وكأنه يحاول أن يوجه ترامب في الموضوع الإيراني. الحقيقة الرئيس ماكرون منذ البداية ومنذ وصوله إلى قصر الإليزي وهو يريد أن يجعل فرنسا لها دور فاعل على مستوى القضايا الدولية. الآن مع الوضع المتضعضع للمستشارة الألمانية وائتلاف الحكومي الهش يجد ماكرون أن هذه فرصة لكي تتقدم فرنسا العمل الأوروبي، خصوصا بعد البريكسيت وانسحاب بريطانيا، وبالتالي هذا الدور هو ما يريده ماكرون. ولكن هل يعني ذلك بالضرورة أنه قادر على التأثير على الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا نعرف على وجه التحديد، لأن الرئيس ترامب أبقى الأمر غامضا حتى 12 من أيار مايو القادم، وبالتالي الجميع بانتظار القرار الأمريكي الذي ربما يغير كثيرا من المعادلات. ولكن المؤكد ربما ما نجحت فيه هذه الزيارة من أن القرار الأمريكي لن يكون قطيعة ما بين ضفتي الأطلسي، وبالتالي تم إيجاد مساحة مشتركة ما بين الضفتين. يعني نحو أسبوعين من الآن ويتضح المشهد أكثر بدون شك. شكرا جزيلا لك الباحث السياسي رامي الخليفة العلي من باريس.